كريم. يعني اعتقد خلينا يا كابتن اسلام مع القرارات الرسميه ومع الاعلان الرسمي حتى وجهات النظر بتاع يعني مجلس اداره اتحاد الكوره، واضح جدا 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 ان هم مش على وفاق للدرجه. مثلا يعني هدي مثل بسيط اهو، ان بعثه منتخب مصر المغادره لملاوي لمقابله المنتخب الاثيوبي يرأسها 4 افراد. بعثه منتخب راحه ملاوي ملاوي ماتش يعني عادي جدا 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 قدام المنتخب الاثيوبي يعني بيرأسها 4 افراد. لا هو لا احيانا ما ينفعش، لازم يبقى رئيس بعثه واحد. لا لا 4 والله البيان الرسمي من اللي طالع من اتحاد الكوره مسافرين 4. 4 لكن لا احيانا ما اعرفش ان هو ينفع يبقى 4 رؤساء. الكابتن حازم امام قايلها، الكابتن حازم امام قالها تصريح رسمي، قال انا متوجه الى ملاوي منتخب برئاسه 4 افراد، وقال اسامي الاربعه. فواضح جدا ايه اللي بيحصل من ساعه حتى اختيار الكابتن ايهاب جلال، واضح في مشاكل ما بينهم وهم مش على وفاق. طيب انا عايز اقف عند الحته بتاعه السيد الوزير. السيد الوزير اتكلم على امر اخفاء الخطاب بشكل علني في الاعلام، وبالتالي وقال هنفتح تحقيق، وبالتالي ما دام فتح تحقيق يبقى احنا هنا لازم نوصل لنتيجه. وطالما ان في عضو في اتحاد الكوره قال ان في 12 موظف اتفصلوا، احنا هنصدق المعلومه ومش هنصدق النفي. ليه؟ لان النفي عنده مبرر. ايه مبرر النفي؟ انك عايز تجمل الصوره. ما دام المعلومه طلعت وتاكدت يبقى خلاص في 12 واحد اتفصل. هنا السؤال بقى، اتفصلوا ليه؟ الله اكبر عليك. وبالتالي كمان ليه حتى لو فيهم واحد، ليه الجواب في حاجه، انا اسف في اللفظ يعني، حاجه بسيطه، حاجه اداريه يعني، دي ولا تحكيم. انا اول مره اشوف كده يعني. انا اللي انا اعرفه، انا راجل لو جالي حاجه رسمي، مش يعني انت عندك في شغلك مش بيجي لك حاجه رسمي، بيجي لك على الميل طبعا، ولا بيجي لك ورقه جواب؟ لا 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 النهارده على الميل طبعا. طيب ما هو ده اللي انا بقوله طبعًا. اعتقد اتحاد كره القدم طبعًا. عندهم ايميل اعتقد طبعا. لا طبعا طبعا في، لا الجواب جه والطلب جه على الايميل الرسمي لاتحاد الكوره. وبالتالي خلينا كابتن اسلام نقف عند الحته الاخيره بعيد عن وجهات النظر عشان الناس يعني ما نخشش توه الناس. النهارده السيد الوزير قال في تحقيق اتفتح في موضوع الجواب اللي تم اخفائه، كمان النقطه والزملاء الصحفيين يعني زمايلنا بصراحه جابوا انفرادات واضحه جدا جدا ان كان في ماده اتشالت من المواد اللي راحت للجواب، يعني الجواب بالانجلش اتشال منه، اتقص منه نقطتين. وبالتالي اللي ده يوضح في تعمد، انت قصيت الكلام يبقى النهارده اللي بيقص الكلام عندك مشكله، عندك تعمد او اتقال لك، ما لهاش معنى تاني. لا انت تعمدت من نفسك، يا اما اتقال لك ابعت النقط دي. وبالتالي السيد الوزير النهارده مطالب باخذ وقته في عمل التحقيق. بس اكيد طبعا الموضوع مش محتاج مثلا يعني مش محتاج تحقيق شهر او 15 يوم، موضوع شهر بسيط مفيش مشكله. لا 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 محتاجش، لا ما هو ما يحتاجش، الموضوع بسيط، المهم يطلع موضوع بسيط، يطلع نتيجه. احنا هنجي ببساطه اهو، يا اتحاد يا كوره، مين اللي معاه الايميل؟ ايوه اللي بيستقبل. الموضوع بسيط زينا عندي في يعني في شغلنا، بس كل واحد فينا كده. مين اللي مين النهارده كان المسؤول في الشيفت ده من الساعه كذا للساعه كذا وقت ما الميل جه؟ وواضح الميل ده واضح فلان حضرتك. تعالى يا فلان، الميل ده حضرتك معاك انجلش، ترجمته ولا ما ترجمتش واديته لحد؟ هيقول لك لا والله انا ترجمت بنفسي، او اديته لفلان الفلاني هو اللي ترجم. خلاص تعالى انت وتعالى فلان الفلاني، تعالى عملت ايه اللي حصل بقى؟ بس موضوع بسيط. هيقول لك انا اديته، انا حطيته في الدرج وسبته للشيفت اللي بعده. كل ده ما ياخدش اكتر من 48 ساعه. اه وبعد كده السيد الوزير مطالب بتقديم نتيجة واضحة للرأي العام والإعلام، بتفضلوا يا جماعة نتيجة التحقيقات اللي احنا عملناها كذا 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 كذا، مع وعد ان ده مش هيتكرر تاني. هو ده حل المشاكل ببساطة ووضوح عشان ما نقعدش. والميزة بقى في الإيميل ايه؟ اي انت عارف طبعا الكلام ده. نعم. الإيميل بيجي لك بالوقت طبعا، والتاريخ صح والزهر، وجالك الساعة مثلا طبعا. مثلا يعني الساعة 11:39 دقيقة و40 ثانية صح، الميل بيجي كده طبعا. يعني بص ما فيهاش أي يعني أي حاجة.